ماذا يمكنه أن نعمل من الجزر وطرق أكله؟ هاي هاي يلا حلاوة حلاوة الجزر تموت عليها يمكن طبعا أنت. الله حلاوة الجزر الله موجودة وهي ثالث احتمال ماذا يمكن أن نعمل من الجزر وطرق أكله هذه حلاوة أكو شيء آخر بعد أكل طبخ حلاوة ما أعرف أنا شو تقولين مقبلات مال جزر مقبلات مال شنو مال جزر مقبلات ها مقبلات سلطات مقبلات أيضا نعم وموجود السلطات المقبلات موجودة لكن احتمالك أقوى أنت قرر نجي وياكم لو تحول السؤال لهم لا ناخذ السؤال احنا لا والله نعم تعرف زين ان شاء الله يلا زيد اسامه تفضل واخ محمد تفضل ونجي على الاخت ميس اخت ميس ماذا يمكن ان نعمل من الجزر وطرق اكله مربى جزر صح برافو ووليد عصير جزر عصائر عصائر عصير جزر